بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا يا جماعة معانا صمغ عربي. الصمغ العربي ده حلو للكلى. في ناس بقى تقول يا دكتورة بتعمل لنا وصفة ولا ما بتعملش، بس أنا سمعت دكتور قالها وأنا مجرباها بصراحة. ده الفتح ده أحسن من الغامق، حتى هي شكل الكلى سبحان الله. أنا جايبة لكم ده وجايبة لكم ده. ده الفتح ده اللي تجيبه منه، وده الغامق ده ما بيعملش نتيجة. ماشي، فبسم الله نحط واحدة في كوباية كده، وده البندقر. بس الأفضل لو حد عنده مطحنة ويطحن الحاجات دي أفضل. أنا ما عنديش مطحنة تطحن الحاجات دي. فلو حد عنده مطحنة يبقى معلقة من ده على يعني طرف المعلقة من لبن الذكر، عشان لبن الذكر ممرر. أنا هنحط 3 وحدات من لبن الذكر. ده يا جماعة المشروب ده هيتعمل بالليل وهيتشرب الصبح إن شاء الله. أول بقى ما نحطه نقلبه شوية كده، هو كده كده من المية السخنة هيسيح في الحاجات، بس لو أفضل يكون مطحون ويتحلى بعسل أبيض. اللي عايز يشربه كده يشربه، بس هو الافضل برضو بعسل ايه، بعسل ابيض. معانا هنا كمان ده شعير، وده بقدونس جاف. اللي ما عندوش بقدونس جاف يجيب حزمه بقدونس او ربطه بقدونس ويحطها. الاول يغلي ده، وبعد كده يغسل البقدونس ويضربه في الخلاط ويحط على الخليط ويقفل النار على طول، لان هو بس كما يغلي وبعد كده يقفل النار عشان البقدونس ايه ما تروحش الفايده بتاعته. بس انا بغلي ده مع ده. انا هوريكم انا غليته ازاي وها ان شاء الله. ده يا جماعه البقدونس على الشعير، انا بغليه بغسل الاثنين واصفيهم وبحطهم في ميه سخنه على النار لحد ما يطلع لي الخلاصه كده كوبايه. بحط كوبايتين ميه على شويه من هنا وشويه من هنا ويطلع لي ده. ده برضو بيتحلى بعسل ابيض. اللي عنده السكر بقى ربنا يشفي كل مريض، ما يحلهوش باي حاجه، يشربه كده هو طعمه حلو. دي يا جماعه برتقانه هنعملها ان شاء الله للبرد. بسم الله. هنقطع كده منها حاجة بسيطة وهنحطها على النار. هوريكم هنحطها ازاي. حطيناها على النار يا جماعة، هنستنى بس كده لما ينزل منها الحاجات اللي فيها واقول لكم هنحط فيها ايه. ده يا جماعه مشروب حلو قوي للبرد. انا حطيت الحاجات دي كده عشان البرتقانه توصل كده ان شاء الله كده للنار. يا جماعة نحط سنة زنجبيل او جنزبيل حسب بقى ايه ما بتتقال.
الكمون. ريحتها تحفه يا جماعه والله. الليمون مع البرتقال مع الجنزبيل روعه. وكمان انا هحليها ان شاء الله بالعسل النحل. على فكره يا جماعه انا عصرت منها شويه كمان ودول ايه كده يا جماعه نحليها بالعسل. بسم الله. كده بقى معانا للبرد ليمون وبرتقال وزنجبيل وعسل ابيض. وهنا معانا للكلى بقدونس ناشف وشعير وبقدونس ناشف. وهنا سمغ عربي وهنا لبن دكر. ده يا جماعه انا كل شويه بقلبه كده. بنعمله ان شاء الله من بالليل وبنشرب الصبح. وبالشفاء يا رب لكل اللي يشربه. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس.